1 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة الصفوة. كيف إن إحنا ممكن نحصل السعادة والابتسامة في غذائنا؟ كيف ممكن بالقسطرة نستغني عن علاج الضغط نهائياً؟ مهم جداً نمارس الرياضة، نحافظ على نومنا، ونتناول غذاء مليء بالألوان الغامقة. صحة حياتي، حضروا كاسة الشاي الأخضر وانتظروني كل أحد إثر صلاة المغرب على قناة الصفوة. أنت مكشوف، شاهد عيان، في مرحلة انفجار. حلقات خاصة ومميزة من على الهواء، ناخد فيها نفس، نظرة ما على الحدث، على التفاصيل. وين الرئيس فقد الكنترول بتاعه على الأمور، على الوقائع المنظورة والمحتملة. لاحظت عليه نوع من الحزن، ما كانش ده الكلام ده بيوصل. نطل على مشروع حل بحضور ورؤية شاهد حاضر فاعل ومشارك أو شريك له رؤياه الخاصة في الحاضر والمستقبل. أكثر الأشخاص الذين كان لهم أدوار فاعلة. شاهد عيان خاص على الهواء كل خميس وجمعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة الصفوة. نتابع مشاهدينا حلقة اليوم ومحطتنا غذائية، والكتار من الناس بس يتبعوا حمية غذائية معينة بفضلوا الابتعاد عن النشويات وبيحتاروا بأمر أكل الخبز، فهل هالشي خطأ وشو هو الصح بالتالي؟ وهل في من دواعي للتوقف عن تناول الخبز وشو أفضل أنواع الخبز إذا بدنا نختار؟ كثير من الأسئلة كمان غيرون مع ضيفتنا اختصاصية التغذية لمى غبالي والغذاء الذكي. اهلا وسهلا فيك لما، واهلا وسهلا بسلات يا ريت فواكه. انا شايفتهم فواكه لانه هلا الواحد بحاجه بالصيفيه لاشياء بتبورد، ولكن اللي بيعرف انه واللي بحب الخبز بيعرف انه كل ترانش خبز او كربوهيدرات اي نوع من الانواع وكانه عم بياكل حبه فواكه لقيمه القيمه الغذائيه اللي فيه. هل قد مثل ما انا عم بقول صح ولا لا؟ ما في شيء بيعطي قيمته لشيء ثاني. الفواكه فواكه والنشا. اذا عم نحكي اول شيء بوجود خبز. إذا عم نحكي عن الوحدات الحرارية والكالوريز، كل حصة من الخبز، هلأ رح نشوف قد ايه الحصة، هي تقريبا أتحبة فواكه، بس أكيد الفواكه فيه غذاء أكثر، فيه فيتامينات ومعادن أكثر. وفايبر. إذا عم نحكي كالوريز بنكون عم نحكي نفس الشيء. يعني هون عم نشوف مثل ما أنت مقسمتيهم بالسلة حدي، ما بعرف الكاميرا أكيد رح تاخذهم بشكل واضح. في هيك مثل كاسة بقلبها كعك صغير. بركي نفرجيهم اكثر لما تشوفوا الحصه. اوكي، مثلا هذا الساندويتش اذا فضيناه من جوا هو الساندويتش الكبير. أوكي. اذا فضيناه من جوا هو قد رغيف الحجم الوسط. أوكي. شو ما كان، اسمر ام حكامله، ابيض، هاي بروتين، هاي فايبر، فيري هاي فايبر، نفس الشيء. هلا بنحكي كل وحده شو الاخصائيه تبعها. هيدي الكاسه اذا بنشوفها فيك تشيلي اذا بدك تحطيها. اوكي تنشوف الكاسه هي اكيفالنت لابعد الخبز. أوكي. يعني نحن أبعى كبيرة عم بحكي. أوف، يعني نحن كم كاسة بناكل أوقات إنه نحن مخففين. ايه. نحن عم ننتبه. أو الكروتون هيدولي، يعني هو الكروتون يعني عادي. الكروتون يعني إذا بدك أنت تحمسيهم بالبيت، إذا جبت الباندومية اللي هن هول وراء. ايه. هول اثنين. ايه. هيدا الحجم هن إكيفالون لأبعد خبز. إذا حمصتيهم بالفرن وكسرتيهم فوق السلاد يعني أكلت أبعد خبز. كنا نحبك أكثر لما بمعلوماتك، ما بعرف شيء اليوم هيك بعد العيد عطينا أفكارنا. أوكي. ما تخلينا ناكل شيء. هلأ كل هول التوست، كل هول هن قدها 2 باندومي. ليش بقى؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. هودي لأن حجمهم كتير صغير. طيب إذا بتحكي بالحجم إذا
وحده معناتها لازم يكونوا اربعه مش هالقد. مزبوط، بس الحجم اللي شوي اكبر. اوكي، يعني اذا حبه التوست قد اثنين، اوكي، اذا حبه التوست قد اثنين من هول بيطلع قد وحده باندومي. اوكي، بيطلع لنا اكثر على زاره. طيب الفرق بين اذا كانوا محمصين او لا؟ هي لان كل الناس بيفكروا انه التوست المحمص للرجيم، وكانه هي غير عجينه كمان. هيك بيفرقوا، مش لانه محمصه بس اذا حمصوا الطريه بيتغير شيء؟ لا لا، التحميص ما بشيل شيء، بشيل بس المي من الخبز. حتى الخبز اذا حمصناه ما بتفرق. لما شو ما كانت الخبريه، يعني بنعرف هول الاثنين اللي دو بانيه كانه الواحد رايح يعمل بيكنيك، كلهم طيبين اذا واحد فكر ياكل هيدي من هالميلة او من هديك الميلة، ولكن قديش الواحد بالاجمال بحق له حصص خبز بالنهار؟ أوكي. ان كان شاب او بنت. اوكي، هلا نحن بنقول انه بالاجمال للصبايا لازم يتناولوا اذا بدنا نحافظ على وزننا حوالي 1500 كالوري، وللشباب حوالي 2000 كالوري. اكيد بيختلف حسب اذا بدهم يضعفوا، اذا بدهم يحافظوا على وزنهم، حسب قد ايه عنا عضل، قد ايه الوزن، بس انا عم بحكي بشكل عام. بشكل عام اللي هو المعدل. أوكي. 1500 كالوري لازم يجي 50-60% منهم من النشويات. يعني بيطلع على 1500 كالوري بيطلع تقريبا اذا بدك رغيفين او رغيفين ونص خبز الصغار. ايه. أوكي. بس ما اكلت بالمقابل لا رز ولا معكرونه. هيدا كتوتال. اذا بدك تاخذي محل الخبز رز او معكروني او الذره او بطاطا، رايس كيك او بطاطا او توست او باندومي او كعك، كاستنا. لا، الكاستنا كمان هو كاربس، بس الكاستنا هون بتجمعي كمان فات معه. اوكي. سو هول كلهم بازيلا، في ناس كثير بيعتبروها بازيلا نشويات. شو بعد؟ فول نشويات. الفول هلا موسم فول، بننقي فوق بنفقي فول وبناكل فول كمان نشويات. سو هول كلهم بده يطلع التوتال تبعهم ايكيفالون لرغيفين خبز او رغيفين ونص حسب الشخص قد ايه لازم ياكل. اوكي. وهالكالوري بتتعلق بكل شخص، بتتعلق بكل جسم، لانه كمان بتتعلق بقد ايه انت عندك دهون او ما عندك او بتعملي رياضه. ف جسمنا بحاجه لهالنشويات، لان هون النشويات هن الغذاء تبع الدماغ. 60% منهم هن الغذاء اللي بخلينا نفكر وبخلي انه يصير في خلايا جديده عم تتكون. صحيح. بجسمنا وللاعصاب. سو كثير غلط الدايت يلي بيلغي النشويات، وهيدا اكثر دايت يعني للاسف. لما يمكن لو واحد فكر يعمل لحاله الدايت بيقول او بينصح غيره وقف الخبز وشوف ما احلاك بتصير. مزبوط. ويمكن بنشوف ببعض الاوقات الاشخاص بياخذوا نتيجه وبيضعفوا، بياخذوا نتيجه لان كتوتال بالوحدات الحراريه ما بيكونوا عم ياكلوا مثل لو فوتوا خبز. لان قد ما بدك تاكلي بروتين يلي هو الدجاج او اللحم او السمك، قد ايه رح تاكلي وما رح تقدري بقى، مش بس من الشبع، من الطعمه اللي هي لحالها منها طيبه، ما بتنقبل بعكس الخبز. رح تاكلي كميه اصغر. بس هيدا الشيء منه مفيد لفتره اطول من 15 يوم. يعني الهاي بروتين دايت، البروتين ريجيم يلي مركز على البروتين، مزبوط، هيدا منه محبذ انه يتناول الشخص او يتبعه لاكثر من اسبوعين. طيب لما انا عندي هون سؤالين، اول شيء وصلت الورقه رح اقرا لك اياها، ما هي بنت عمرها 17 سنه بتعمل رياضة المشي يوميا بس عندها وزن على الوراك ما عم تضعف، شو الحل؟ الحل بالأكل. يمكن عم تعمل سبور يوميا، وقتها توقف سبور تروح تاكل كيك او تروح تاكل ما عم تنتبه لأكلها مع السبور. السبور لحاله ما بضعف، في طريقة أكل، في وقت مفروض يتاكل فيه مع السبور. يعني إذا أنا عم بعمل تردمل تنقول بالبيت، أنا مفروض قبل بنص ساعة ما أكون أكل شيء، أو أكل بس حبة فواكه صغيرة، وبعد بساعة مما وقف ما مفروض أكل شيء. ليه؟ تأصرف المخزون اللي لأنه عندي؟ نحن عم نعمل على التريدميل الحرق بيعلى بجسمنا. أوكي. بيوصل لأعلى نقطة. بده يرجع يوطى شوي شوي تا نرجع للنورمال يعني نحن بنحرقه بخلال النهار. هالبانت يلي عم تنزل إذا أكلنا بتنحرق من الأكل يلي عم ناكله. بينما إذا قعدنا ساعة من بعد ما وقفنا سبار ما أكلنا، بصير عم يحرق من مخزون الدهون يلي عم سو. يمكن هالطريقة الأكل غلط، يمكن عم تاكل نوعية أكل غلط، يمكن هي عم تتكل على سبار إنه أنا بعمل سبار وخلص باكل شو ما بدي، ما بتضعف. أكيد ما بتضعف. يعني ساعتها بتكون حرقت يلي أكلتهم. إيه، بس إنه كانوا ممكن هاللي أكلتهم تنقولي نصحوها. مزبوط. ما بتكون كمان فادية جسمها، هون تنكون واضحين للمشاهدين بتكون حافظت على وزنها. يمكن بتحافظ على وزنها أو بتنصح أقل. يعني تخيلي إنه ساعة المشي السريع يعني كأنه عم تركضي، يعني اذا عندنا تردمل على السرعه 6 ل 6.5
تتحرق 500 ل 600 كالوري اللي هي بتاكليهم بلوح شوكولا. صحيح. فالواحد اذا بيعمل هالكوريسبوندانس هالمقارنه بين شو بياكل وقد ايه بده يعمل سبور تيحرقهم بيفهم ليه السبور لحاله ما بضعف. صحيح. انا كان عندي سؤال ثاني كمان وصلنا بالميل، يعني انت قلتي قبل شوي انه غذاء الدماغ حتى ياخذ موتور الجسم كله سوا هو النشويات، لفي اشخاص صحيا يمنعوا من مثلا في شخص عامل عمليه فتق المعده وممنوع ياخذ خبز قبل شهر وحتى ممنوع الكارب، يعني في عنده سوائل و و و، هل بهالفتره اللي هو ممتنع عن اكل الكارب شو بكون عم بيأذي حاله؟ عم بيضعف مصل جسمه؟ كيف عم بيتصرف؟ هون في حاله مرضيه، هون صرنا شيء ثاني، لانه المعده هي المطرح اذا بدك ريزرفوار الخزان يلي بينزل عليه كل الاكل، اكيد في انواع اكل بدنا نوقفهم. بس بكون بالشوربه يلي عم يشربها او بالاكل يلي عم ياكله عم يتغذى او بكون عم ياخذ فيتامينات مقابل هالاكل يلي عم ياكله، يعني جسمنا عم يشفى من العملية اللي هو عملها أو من الحالة المرضية اللي عنده إياها، ما بيأثر لأن جسمنا كمان عنده سيستم بدافع عن حاله بهالحالة المرضية، كرمال هيك بيزبط الموضوع وما بيأثر لا فترة وقت معين الشهر، لأن بيرجع بفوت الأكل شوي. تاكل نرجعنا دخلنا النظام الغذائي اللي هو متوازن. نحن لما هيك دخلنا دغري بصلب الموضوع، بس ما قلنا لك نعيما شعراتك كثير حلوين لبقلك الازرق. ما بعرف اذا ناصر من الرياض رح يقول لك ذات الشيء او عنده اكيد اسئله. مرحبا ناصر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك تفضل. مساء الخير. يا هلا. شو سؤالك؟ سؤالي هل الشاي الاخضر يسبب التنهيف او يحرق الدهون؟ الشاي الاخضر شو يسبب؟ ما فهمنا؟ يعني الشاي الاخضر يعني يسبب يعني حرق الدهون او ينحرق يحرق الدهون، هيدا هو السؤال؟ هي. اوكي هذا السؤال. اوكي شكرا لاتصالك، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، يعني هي دائما نحن بنسمع انه كله شو ما بدكم نشربوا شاي اخضر بيمشي الحال. الشاي الاخضر يحرق الدهون، بس الشاي الاخضر فيه نسبه من مضادات الاكسده عاليه وفيه مواد بتساعد جسمك تا ينظف حاله ويستعمل كل شيء موجود احسن، لان نحن عم نتعرض كثير للتلوث، عم نتعرض كثير لطريقه الاكل الغلط. أوكي. بصير بيتكدس بجسمنا مواد اذا بدك رواسب ما عم نقدر نتخلص منها. الشاي الاخضر هي من المشروبات يلي بتخلي انه جسمك يتخلص بيقولوا معنا اكيد اتصال من تورونتو، بس بيقولوا على قصه الشاي الاخضر انه بيعلي الميتابوليزم، يعني هذا لانه فيه كافيين كمان مشان هيك ساعتها بيصرف اكثر والا بس مش بكميه كثير عاليه، يعني مش بطريقه ريماركاب. نعم. عادل عم بيحكينا من تورونتو، مرحبا عادل. الو راح الاتصال. ايه اهلا بعادل تفضل، كيفك؟ اهلا صباح الخير يا جماعه، وصباح طبعا صباح على جريت وليان طبعا على نرجس وريحان، صباح طبعا للفل والوقت. اهلا وسهلا فيك. تحياتي يا جماعه، وسؤالي هو يعني يعني هل بالفعل توجد طريقة لتعقيم الخضروات والفواكه؟ اوكي. أنا بأي طريقة. اوكي. لو حصل كده هل تفقد القيمة الغذائية بالنسبة لهم؟ نعم. وشكرا جزيلا. هلا عندك المشكلة كمان بتورونتو، نحن بلبنان عندنا مشكلة الغسيل، بس أنتم كمان نفس الشيء هونيك؟ كيف تعقموا الفواكه عندكم إياها مشكلة مطروحة عندكم بتورونتو كمان؟ للتعقيم. لا مش مطروح والله. انت عارفه هقول لك حاجه جريس. نعم. انت عارفه انا تملي ما بتكلم وحشات ربنا. ربنا يعلم. قصدك اللي بمصر. اهلك بمصر. ما هيك؟ نعم. تملي بتكلم على المستوى العام يعني. صح بس صح. لا في كندا اكيد لا، يعني في كندا طبعا الحاجات دي طمنين بالهم. يو ار اون ذا سيف سايد. اوكي شكرا. بتكلم بالنسبه لبلادنا احنا، فتملي ببص انا لبلدي او لبلادنا كلها العربيه. انا دغري عرفت الاجابه. اهلا وسهلا بسؤالك يا عادل وشكرا لك. اكيد رح نجاوب عادل، ولكن ما رح كمان صديق البرنامج ابو شادن من الرياض. مرحبا ابو شادن. مرحبتين كبار. هاي. يا هلا كبار كبار. اوكي تفضل يا ابو شادن. مساء الخير. يا هلا، شو على بالك تسال؟ نحن منيح. كيفك تمام؟ تمام. يعطيك الف عافيه. ما فيني اسال سؤال قبل ما اسلم على جريس بعدين؟ اهلا ابو شادن. والا بزعل. اكيد والا. اهلا ابو شادن، انتم غاليين على قلبي. تسلم الله يخليك. بس انا حبيت الاوربت من البرنامج عيون بيروت. تسلم يا ابو شادن، هو البرنامج بحبك كمان.
بصراحه انا بقولها يعني، واللي بيزعل يزعل 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 خلاص، اللي بده يزعل ما بده. ابو شادن تفضل. يعطيك الف عافيه. تحياتي للدكتور لما. انا بس سؤالي اللي هو ترتيب الوجبات، الافطار الغداء العشاء. نعم. طبعا عندي مشكله هنا، انا عندي لخبطه كثير يعني، مش مضبط. لان احيانا بيكون الافطار متاخر شوي قريب من الغداء، فخلاص. واحيانا باكل شوكولاه على مع عصير مع حاجه كذا، صحتين على قلبك. ف بيكون خلاص ما فيش يعني، احيانا ما بتغدى. اوكي، يعني في وجبه عم بتروح من وجبات ثلاثه، في وحده عم تختفي. ملخبطين يعني. نعم. ملخبطين. بدك تعرف من لما شو الافضل، كيف لازم تاكل، التقسيم الحقيقي. اكيد طبعا. هل هو الطريقه هذه سليمه ولا غلط؟ هو حسب اذا عندك وزن زايد ابو شادن ولا لا. عندك وزن؟ لا انا وزني لا انا وزني 65. وزنك طبيعي منيح. لا رياضي انا. طيب. رياضي. خلص ما تخاف لكن رح نجاوب من عندنا. اوكي ابو شادن. لكن عندنا اسئله ابو شادن وكمان طريقه تعقيم الفواكه وقد ايه بتفقد من غذائها. بالنسبه للفواكه نحن حكينا عن هالموضوع بحلقه بتتذكروا. الفواكه اذا بدنا فينا نتجه للسوبر ماركت نشتري الاقراص اللي هن خصوصا لتعقيم الفواكه مع طريقه الاستعمال تبعهم يلي هي نقعهم مكتوبه لمده 10 دقائق وبنرجع بنغسلهم بمية شرب وبنتركهم ينشفوا بالهواء. اوكي، فواكه وخضره. والخضره نفس الشيء. او فينا نعمل سائل نحن بالبيت، بنحط خل مع ملح خشن وبننقع فيه الخضره والفواكه وبنرجع بنغسلهم بمية شرب ونتركهم بالهواء. وما بتفقد هيدي العملية أي قيمة من قيمة الغذائية للأشياء اللي عم نغسلها. أبدا، نحن بس عم نشيل الوسخ عن من برا. من برا وما عم نقشر، بس عم نشيل البراد بفقدها، بينزلها شوي من قيمتها الغذائية إذا ضلت تنقشر. إذا ضلت وقت طويل إيه؟ بتفقد من قيمتها الغذائية. هون كمان المي الجارية هون للتوضيح، لأن سبق بالحديث إنه كل ما مش تكون واحد ناقع بالمي وشالهم إنه نطفوا، لازم تكون المي. لازم مي تشرب. مي تشرب لنحن بنشربها من غسل. اوكي، هيدا فيما يخص عادل، انما فيما يخص ابو شادن وترتيب الوجبات وحسب ما حاله هو رياضي. هلا هو المثال انه نحن اول ما نوعى الدراسات عم بتقول انه معنا 90 دقيقة تنكون تروقنا. فهيدا الشيء يكون عم بيساعد عملية الحرق ترجع تعلى بخلال النهار. والا مع الوقت بصير يبطأ الميتابوليزم وبصير ننصح بلا ما نعرف. هيدي اذا بدك المثال انه نحن 90 دقيقه بعد ما نوعى المفروض ناكل وجبه الترويق. بس شو تروقنا؟ في بعض الاشخاص يمكن انا منهم باخذ كمشه جوز او لوز، فيك تشرب كوبايه نسكافيه تروقت كمشه من مع هيدا. اوكي، يعني كربوهيدرات مع الحليب او البروتين او يعني اذا شربنا حليب اخذنا بروتين، يعني ما نترك المعده فاضيه. هيدا اللي مزبوط. اوكي، ونكون عم ناكل شيء بغذي تيرجع منقول تو تريجر، يعني تيخلي العمليه تفتح المفتاح تندور الميتابوليزم. بس مثل ما قال ابو شادي ما عنده مشكله بدانه، بس على مدى طويل صحيا الافضل انه مزبوط صحيا. أوكي. كمان لانه وجبه الترويقه هي الوجبه الاكثر شيء بتجيب غذاء لجسمنا وجسمنا بيستفيد اكثر شيء. يعني اذا شربنا فنجان الحليب مع هالكميه من الكعك وحبه فواكه نحن اعطينا كل الغذاء تكنا وصلنا لوقت الغداء. ذكرتيني بتيتا شو كانت تقول، انه تروق ترويقه غني، اتغدى غدا وسط وعشا فقير. عشا فقير. هيدا الشيء مظبوط. هيدا الشيء مظبوط. معنا اتصال راني ولا رامي؟ راني من بيروت. الو، هاي رامي. راني مصرة على رامي. انا الو، هي امنه معنا على الهواء. تلفزيون عالي، عم بسمع حالي. بطل معنا على الهواء رنا. لا يرجع هيك بنستفيد بالاسئله. يعني كمان لما من الاشياء اللي بنسمعها ويمكن هي معتقدات، يمكن واحد مثل هيك مريض الوهم انه الخبز الابيض بيعجن على المعده، بينما اذا اكل واحد بركي توست او خبز محمص بيكون الوضع غير. او حتى بنحس لو اكلنا كاسه الكعك الصغير يلي قلتي قد الرغيف بنحس بذنب وبضمير وانه في شيء كثير تقلنا. مزبوط. الخبز الابيض طالع عليه هيدي الخبريه، لان الخبز الابيض مزبوط فيه الياف اقل، وكميه الالياف الموجوده اللي نحن بنتناولها بخلال النهار واللي هي موجوده بالخبز اذا اخذناه اسمر او قمحه كامله هي اللي بتخلي نفوت على التواليت بطريقه مزبوطه وما يبقى الاكل بجسمنا لمده طويله. يعني هالكميه الالياف اللي هي لازم تكون 20 جرام بالنهار لكل شخص هي بتخلي انه عمليه الهضم كلها تصير بطريقه مزبوطه وما يصير عندنا مشاكل الاكتام او الدايريه او اللي تخربط بالمصران. ف
فأفضل أنه كل شخص حتى لو مش عم يعمل دايت، حتى لو ما عنده كوليسترول أو تريجليستريد أو سكري، يتوجه للقمحة الكاملة أو الخبز الكامل أو الخبز الأسمر. بهالطريقة بيكون عم ياخد مصدر تاني من الألياف غير الخضرة والفواكه. أوكي، معنا اتصال سهى المرة عم تحكينا من بيروت، وإن شاء الله ما يكون قطع الخط. ألو. ألو. هاي سهى. إيه مرحبا. مرحبتين كبار، تفضلي. بدي أسأل أخصائي التغذية إذا شو الشومر، إنه هل هو بينزل الدهن؟ الشومر إذا تاخد بتعمل مثل الشاي الأخضر، مثل الشاي يعني الشاي العادي تشربيه ك إنه الصبح والظهر عشية نشرب كوب. أوكي. إنه ممكن إنه ينزل الدهن ويضعف. أوكي. وبدي أسأل سؤال تاني. تفضلي. الشوفان، هود الخبز الأسمر، خبز هذا اللي هلا عم ناخده بيعمل غازات كتير. شو الحل لأقدر أكل هيك خبز في أمحكالي في إيه؟ مدون ما تعاني من الغازات. نعم. أوكي. شكرا لاتصالك. خلينا نجاوب على ثاني سؤال. أوكي. إذا هالأنواع من الخبز هن عم بيخلوها تعمل غازات، يعني في مشكل بالبكتيريا المنيحة تبع المصران عندها. يعني لازم تغذيها تستقبل الألياف بطريقة مزبوطة. كيف يعني تغذيها؟ يعني فينا ناخد البروبيوتكس يلي هن موجودة بالصيدلية بشكل حبوب، يلي هن البكتيريا النافعة للمصران. أوكي. أو فينا ناخد كباية لبن كل يوم من عشية. لبن هلأ كمان خاص، هو خاص لهالموضوع. إذا ما بدنا نشتري لبن خاص، هو اللبن فيه هالبكتيريا المناح يلي بغزولك المصران. بس ما بيعمل نفخة بأول مراحل، يمكن أول نهار تحس حالة مزعوجة شوي، بس بعد أسبوع بعد أسبوعين بتبلش تحس بالعكس مرتاحة. ويمكن كمان طريقة الأكل الغلط هي كمان بتولد الغازات. شو الغلط يعني؟ يعني إذا ما نظمنا أكلنا، إذا ما انتبهنا لنوعية أكلنا. هلأ كنا بفترة أعياد، إذا أكلنا كتير معمول وكنا عم نخبص بالكمية على كل وجبة غدا. شو بيصير لأن عم تحكي عني؟ بديك تحس بالغازات وبديك تحس بالإزعاج بمعتك، غير أنه يمكن تنصحي رح ينزعج كل الجهاز. ما عم بارح ما حسيت بشيء، كله معمول، كله ما حسيت بشيء. مع ان العالم بفكروا اكلنا اليوم نطلع على الميزان اليوم، يعني انه لا الموضوع ما بيصير قبل اسبوع اسبوعين. والشومر اذا اخذته ثلاث مرات، انا بعتبره مثل كل انواع الزهورات، ما راح يخلي هو بالذات، ما انه ما في نوع معين هو بدوب الدهون، بس مجرد ما نرتب جسمنا وكل نوع من أحسن. انواع الزهورات فيه منافع، هيدا شيء بخلينا مع الوقت يصير جسمنا صحي اكثر. بس مش يعني هو بدوب الدهون. في عنا فاكس من رنا هون على سيره الحلو، قال على بكره اذا اخذت قطعه حلو، يمكن هي بتعتبر انه وكان واحد تروق شيء، بتقضي كل النهار تحس جوعانه وكان جوعتي. هل بيكون السبب السكر ولا غير شيء؟ هو السبب نوعيه الترويقه اللي عم تتروق. إيه يعني هي كثير غلط. الحلو اول شيء فيه كميه عاليه من الدهون شو ما كان، والحلو كمان السكر يلي فيه هو سكر سريع، السكر السريع جسمنا بيمتصه بسرعه، بيحرقه بسرعه، بنرجع بنحس حالنا جوعانين. بدنا ننتبه لشغله انه جسمنا بيرجلج نسبه الانسولين بوقتين بالنهار، على الساعه 11 قبل الظهر وعلى الساعه 5 او 6 بعد الظهر. شو ما كان وقت النوم والوعي نفس الشيء. هيك الترويقه بده يكون فيها سكر بطيء، يعني كنافه باي باي، وإذا وحدة جوزة حلو تقلو باي باي. نتروق ترويقة قبل 11. نتروق ترويقتنا، وإذا عبالها تاكل سناك قبل 11 حلو، بيكون دجاج جسمه أخذ الغذاء وأخذ إذا بدك المخزون يلي بده يكفي فيه نهار وما يحس بالجوع. بس كتير غلط إنه أول وجبة تكون هي قطعة. بس بتعرفي كتير منا بصير في عندهم هيدي الإرج إنه بدهم شيء حلو بعد الظهر، لأنه كمان بيرجلج الجسم الأنسولين على الخمسة. مظبوط، ولأنه بيكون أكلك بالنهار ما كفى يعيشك لعشية، تتكفي فترة بعد الظهر ما تحسي حالك جوعان. فهد من الرياض معنا على الهواء، مرحبا فهد. ألو مساء الخير. يا هلا، مساء النور، تفضل. كيف الحال؟ كتر خير الله وإن شاء الله أنت بخير. يا طويلة العمر، أبي أسأل المتخصصة في التغذية. نعم. فوائد بذر الكتان الله يطولهم. فوائد بذر الكتان. في غير سؤال ولا هيدا هو بس؟ لا الله يسلمك، ومنورين كلكم على فكرة. تسلم. يا فهد شكرا لاتصالك. هيك تغري من جيبك. سؤال مهم لأنه كثير هلا صار فيه مثل كأنه ترند بذر الكتان على السلاد وبذر الكتان. مزبوط. بذر الكتان كثير مهم. عندي كل الناشين هلا عم شوفوا كثير بذر الكتان. كثير مهم، ومهم إنه نكسره قبل ما ناكله، ما نحطه حبة. أو بتمك تقرقشي قبل ما تبلعي. بس إذا مطحون في بذر الكتان، بذر الكتان مطحون، أو إذا جبتيه حب بدك تكسري. بيني للمشاهدين. أيهن بذر الكتان؟
انا بعرفه مطحون مطحون ليه هو لان البذر العادي اللي بناكله يعني هيدا البذر الكتان كثير مهم لانه بيعلي نسبه الكوليسترول المنيح بالدم وبيوطي النسبه المش منيحه وعلى المدى البعيد بيحمي لك الخلايا من التأكسد لانه فيه مضادات اكسده كمان. طيب على خبريه الكوليسترول المنيح والعاطل، اذا الواحد عنده الكوليسترول المنيح عالي وهداك نورمال يعتبر عنده؟ لا لا، لو كان يعتبر مرض الكوليسترول اذا الكوليسترول مش منيح عالي، لانه المجموع عالي لانه المنيح عالي لا. خلص ما في. اوكي شابيرون بلو، او لانك انت لابسه بلو عندك سلل فيها خبز، فرجينا شو عندك هول الانواع. نشوف شو لازم نشتري لان حقيقه بالسوبر ماركت صار واحد كثير بيحتار يعني. هيدا ما رح شيلهم، رح خليهم هيك. أوكي. هيدا الاكسترا فايبر، ما يبين شو الماركه او هيك رح شيلهم بس شوي. هيدا أوكي. الاكسترا فايبر اذا بتشوفوا انه لونه اسمك شوي أوكي. اغمق شوي لانه فيه انواع من الحبوب يلي بتخلي انه يكون في الياف اكثر، او بيكون مستعملين القمحه الكامله يلي هي مش شايلين القشره تبعها، وبهالطريقه بنحافظ على الالياف يلي فيها. خلينا عند الاخضر تناخذ كمان اتصال. ادمو عم بيحكينا من الزلقه. الو الو، هاي ادمو. مرحبا. مرحبتين. مرحبا للكل. اهلا وسهلا. بس عندي سؤال صغير لانه جاي من بروكسل وشايف انه هون كلهم بيستعملوا الكوندريل مثل سكر. يعني قصدك المحليات الاصطناعيه حتى ما نقول ماركه معينه. ايه ماني معروف، بدي اعرف مشان لانه كلهم اخواتي هاو كثير بيلحوا عليهم، وانا بعرف من هونيك انه هيدا المواد هيدي كثير مضره بالصحه وبدها وقت لتظهر من الجسم. اوكي، انتم ببروكسل لكن ما بتستعملوها، بتستعملوا السكر السكر. بنعمل مزبوط. اوكي طيب، هذا السؤال كثير حلو كمان بوقته، بدي اتشكر اتصالك. عندك شيء ثاني ولا خلص؟ لا ماشي، شكرا. شكرا يعني. لك طمني له باله لادمو. هلا الاسبرتام يلي هو عم يحكي عنه عم تطلع عليه دراسات، بتطلع دراسات انه هو مش منيح، بترجع بتطلع دراسه ثانيه انه لا منيح. الواحد هو بده ينتبه انه ما يتخطى المعدل. شو المعدل؟ يلي هو مثلا انه نستعمل حبتين من الاسبرتام شو ما كان اسمه التجاري مع مشروب غازي دايت، مش اكثر من هيك. سوري بس ما انتبهت، قديش كميه كل نهار مسموحه؟ حبتين مثلا من المحلل كل نهار شو ما كان. اوكي مزبوط. مع كان ما اللي بيعملوا كيك مثلا دايت. منه بحطوا ملاعق على حالهم. ايه بس انت بالقطع ما رح يطلع اكثر. هي الكان قد ايه فيها اذا حسبنا كمحلل اصطناعي كنيه عن كم حبه؟ لان عاده بيقولوا 6 ملاعق سكر للعادي. ايه يعني بدك تعتبر نصهم. نصهم ايه، يعني بيكون واحد عم ياخذ صفينا شيء 5 حبوب ماكسيموم بالنهار. مزبوط، هو في نسبه معينه جسمنا بيتحملها بخلال النهار بيقدر يتخلص منها. ما بقعد يتخلص منها، هل اكثر بصيروا يتكدسوا بالجسم. سريعا رح ناخذ اخر اتصال فيما يخص الغذاء الذكي مع سيد علي من القاهره. انقطع الاتصال، يعني نحن كنا حابين نحكي معه بس هيك نستفيد من الوقت لنشوف الخبزات اللي معه. شفنا الاكسترا فايبر يلي هن فيهم انواع غير القمحه الكامله، فيهم انواع من النشويات كمان فيهم نسبه عاليه من الالياف. هون في عنا الهاي فايبر، فينا نشوفها بس ايه كلون يلي فرق. هي هيك اوكي، هيدي اغمق شوي. صح. الاكسترا فايبر بينصحوا فيها للناس يلي عندهم اكتام كثير اكتام. بس نعطيهم كميه كثير عاليه من الالياف بتنحل. في حتى البعض يلي فيهم طحالب بحريه كثير يلي بيعملوا كمان. اذا بتشيلي اخر وحده هيدي هي، هيدي بتخلي انه هيدي غنيه كثير بالالياف. بس يمكن يتعود عليها مصرانك، يعني يمكن يصير انه ما بتفوت على التواليت الا اذا اكلت منها. اوكي، كان غير بنستعملها اذا بدك كفتره كثير صغيره. أوكي. كير صغيره وبنرجع بنوقفها بنكفي. لانه انا عندي سؤال لك كثير كمان. هيدا الخبز العادي الابيض. اوكي، هون عندنا الخبز القمحه الكامله يلي هو كمان غني بالالياف بس مش قد هول النوعين. اوكي، والازرق. والازرق هو الهاي بروتين بريد. الهاي بروتين بريد بيستعملوا فيه قمح الصويا. سوري، طحين الصويا. طحين الصويا يلي هو مش طحين العادي، طحين الصويا مع فوايد الصويا، وبكون فيه كميه من النشويات اقل لانه صحتين، لانه الصويا هو بروتين. دونك بتكون عم تاكلي كميه من النشويات اقل، بتكون عم تستفيد من كل فوائد الصويا. سريعا، في كثير عالم بيروحوا بيلجأوا للهاي بروتين بريد بس بيقولوا بالسوق شيء، وفي محلات هلا كثير مركزين عليها فاتوا على المختبرات انه كثير حقيقيه وكل الاطباء عم بينصحوا فيها. شيء ثاني، هل هالشيء مزبوط؟ يعني تجاريا ما كثير لازم نصدق الالوان، ولا انت مع؟ حسب الفرن يلي رايحين عليه، في افران بتحترم حالها وبتستعمل ضميرها حي، بتستعمل ضمير المهني والانساني. وفي افران لا بدها انه ما تتكلف. بس هلا
نحن مع الموجة الكواليتي محاربة الفساد بحس كلهم عم ببلشوا يفوتوا بالطريق الصحيح. إن شاء الله كلهم يكونوا عم يسمعوا كمان، وإذا كان عبالهم يفوتوا بغير طريق يرجعوا يجلسوا لمغبالي اختصاصية التغذية. ثانكيو، إن شاء الله بتلاقينا كمان قريبا بمواضيع جديدة. أهلا وسهلا فيك وأصدقائنا. كمان بعد بريك مباشرة محطة ريبورتر زميلنا بسام، مثل ما قلت لكم في عنده موضوع عن السيارة وبراءة الاختراع. ليانا جبرستان وإريك زخيا هن ضيوفه بعد بريك. بعيش الخيال وبعيش شغلي. This is me. هيدا أنا هون على الطاولة. بحس حالي I'm creating. ديكور هيدي موهبة أنا عندي إياها بحبها كتير. كياني وحياتي كلها وجود ولادي طبعا وجوزي. That's how I define بيتي طبعا. مصممة الأزياء أمل أزهري في المنزل الجمعة 7 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. لازم اتنقل دلوقتي عند هالة علشان نقعد معاها. تذوقوا اشهى الطبخات. ايه التقطيع ده؟ مع المع النجوم. احنا موجودين دلوقتي معاكم في المطبخ السياسي في برنامج القاهرة اليوم كل خميس 10:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. حسيني انهيار عصبي من هالعرس. اللي بده يحبني يحبني مثل ما انا بحبك مثل ما انت. اذا بدك تضل هيك خلينا نفرض القصة احسن. اذا مو عاجبك روح دور لك على وحدة تناسبك. اشتقت لك يا غليظ. كنت موت على الارض اللي بتمشي عليها. سيرة الحب يوميا 9:30 صباحا بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات، ويعاد في الاوقات التالية. بتصور اني ممكن اتجوز بنتي لاجير بياعة بسوق الحميدية؟ كنت بتمنى تكوني فقيرة مثلي. ايه انا فقيرة مثلك. سعادتك متعيشة على الخبز والزيتون مع شاب ما بنعرف قلت ابوه منين؟ مريضة؟ عم تموت. اناشيد المطر بالجزء الاول، مطر الربيع ابتداء من 20